احنا 1 2 3 I think we are almost live in 2 seconds. Yes. احنا السلام عليكم ورحمة الله في جمال الحوار مرة ثانية كما وعدناكم كل مرة. اليوم طلعنا بكير شوي لأنه احنا أصلاً ضيفنا من مدينة بعيدة عنا تبعد تقريباً آلاف الكيلومترات، و بدنا نحكي اليوم عن موضوع شيق كثير. احنا وي هولد هيم من الورك، هو المفروض يكون الآن رايح على شغله، لكن لأجلنا وأجلكم قرر انه يتأخر معنا شوي، فنشكره كثيرا في البداية. موضوعنا اليوم موضوع شيق، موضوع كثير سمعنا عنه وفي كثير صار ديبيت، وناس بتحكي انه تجربة ناجحة وناس بتحكي انها تجربة فاشلة او في اخطاء كبيرة. بدنا نحكي عن التجربة الصينية في محاربة الكورونا، ما لها وما عليها وكيفية الاستفادة منها. بغض النظر ايش اللي صار، في اخطاء صارت، في كل حكومه في العالم بتسوي اخطاء، لكن الهدف من الان نستفيد من نتعلم من الحسنات اللي سوتها هذه التجربه واستفادت منها، وخاصه اذا قدرنا نتكلم مع شخص من داخل هذه البيئه وعاش هذه الفتره اللي هي 60 يوم من الحجر الصحي في البيوت بدون خروج. ضيفنا اليوم من مدينه ووهان صديقي وعزيزي واخي وحبيبي الدكتور علي الواري، رجل يعني شهادتي فيه مجروحة لأنه صديق واللي بعرفه أكثر من 20 سنة، لكن رجل فعلا رجل الموقف، رجل الكلمة، رجل يشهد له في كل المواقف اللي كنا فيها بالصين مع بعض. الرجل من الناس اللي كل اللي بيشاهده وكل اللي بيعرفه وكل اللي بيحكي معاه بحبه. هو رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة ووهان، طبيب وأخصائي جراحة صدرية وأمراض صدرية، أفادنا كثيرا كثيرا خلال فترة الكورونا وفي بداياتها إلى الآن، بعطينا المعلومات أولا بأول لأنه هو موجود في الفيلد وموجود في الساحة وعنده تواصل كبير مع الأطباء اللي موجودين أيضا في الفيلد. علاقاته دائما كانت قوية وتساعدنا في معرفة كل جديد. دكتور طبعا من الناس اللي ترفع لهم القبعة بأنه رفض أنه يترك مدينة ووهان خلال الأزمة، مع أنه كان يستطيع، بالعكس آجر على نفسه وقرر أنه يحاول يخلي أو يساعد في إخلاء جميع الأخوة العرب من استطاع منهم خلال الفترة، فبقي إلى الآن موجود في مدينة ووهان. أهلا وسهلا فيك دكتورنا وصديقنا وحبيبنا. أهلا بكم، أهلا بكم جميعا، وأسعد الله أوقاتكم إن شاء الله. أهلين دكتور علي، ونتشرف دائما فيك. والحقيقة أنا شفت المقابلات اللي أجريتها وشفت المقابلة القديمة مع الدكتور جمال، وحقيقة يعني الواحد يفتخر بأمثالكم، موجودين بدون خوف، تتحدوا، بتحاولوا تساعدوا كل البشر، كل الإنسانية، وحقيقة هذه المشاعر الإنسانية. أعتقد في المفروض يكون عليها، والمفروض يكون عليها، فأنا أرحب فيك ونتشرف فيك معنا في لقاءاتنا بشكل مستمر. حقيقة هذا العائلة، طمنا عن أوضاعكم الشخصية، إن شاء الله أموركم بخير. على في الصين صوتي واضح؟ للأسف للأسف الصوت كان بيقطع من الطرف المهندس محمد. بدنا تطمننا عن أوضاعكم في البداية. طيب أعيد. أولا اسمحوا لي، أول إشي طبعا أنا بحييكم كتير، وخاصة الدكتور جمال والبشمهندس محمد، أنتم الآن موجودين في كندا طبعا غنيين عن التعريف،
خاصة الدكتور محمد، يعني هو صديقي وأخ صراحة، أنا يعني عاشرته خلال أيام الدراسة لما كنا متواجدين في وخان، وصراحة يعني هو غني عن التعريف إني أنا أمدح فيه هنا، لأنكم أنتم يمكن شفتوه في كندا ومعيشينه وبتعرفوا إيش هو، مين هو الدكتور محمد. النشيط دائما على الإنترنت، وهو يعني دائما كان هو مين بيبدأ بيعمل جروبات على الياهو بالإيميلات، النشرات بالياهو، هذه هو كان بيغذينا فيها منذ كان هو موجود في وخان. وطبعا أنا اسمحوا لي أبدأ شوية بحاجة طريفة عن الدكتور محمد الشريف أو محمد جمال الشريف. هو كان في الماضي وزنه أكثر من هيك بكتير، لأنه كان بخبي الأشياء الحلوة بخبيها تحت سريره في غرفة الجامعة، وأنا الوحيد اللي كنت بعرف وين مكانها. لما كنا نروح على الجامعة كنت دائما أنا أمد إيدي تحت التخت وأخذ ما لذ وطاب من المأكولات اللي دائما بخفيها على أصحابه أو جيرانه في الغرفة اللي موجود فيها في السكن الجامعي. طبعا أنا بتمنى لكم السلامة هذا في هذه الوباء اللي إحنا منعيشه، وإن شاء الله شدة وبتزول، وهينا أنتم شايفين يعني إحنا في كنا وما زلنا موجودين في مدينة وخان، وهي البؤرة الأولى في انتشار هذا الوباء أو فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19. والحمد لله بعد حجر صحي قارب مدة 70 يوم، الآن نعاود مزاولة أعمالنا من جديد، والحمد لله بصحة جيدة وبخير. نعم تفضلوا. طيب أستاذ محمد شكله عنده ميوت، أنا بدي أبدأ أسأل في الموضوع بشكل عام. الآن دكتورنا، التجربة اللي صارت في الصين، عملية الحجر، عملية تنفيذ هذا الحجر، كيف تعامل أهل ووهان مع هذا الحجر؟ كيف كانت معاملتهم؟ هل استجابوا بسرعة؟ هل كانت في مقاومات؟ تعرف الناس صعب إنها تجلس وتسمع لهذا الشيء، فحكي لنا عن بشكل عام كيف الناس تعاملوا مع هذا الشيء. الأغلبية طبعا أكيد في جزء. طبعا بداية هو انتشار هذا الفيروس في وخان بدأ في منتصف شهر ديسمبر الماضي، وطبعا انتم عارفين القصة وانا ممكن اعيدها باختصار، بانه بداية تم اكتشافه عن طريق 8 اطباء يعملوا، منهم الطبيب لي الذي توفى واعلن عنه، وكان تأخير بسبب ما في اعلان الجهات الرسمية عن هذا الفيروس. انا بحكم بطبيعة عملي وعندي اصدقاء كتير في المجال الطبي، فكنا على دراية بأنه في شيء ما في المدينة صراحة، يعني تسجل حالات بشبيهة بفيروس الساس، ولم نكن يعني مخدين الموضوع على محل الجد يعني. فكنا نحن، أنا أيضا شخصيا ما كنت ماخد الموضوع بأنه موضوع جدي وممكن يتطور إلى هذا الوباء، ولكن جاءت الإجراءات تقريبا في قريبا من عطلة رأس السنة الصينية، وأنا يعني دكتور جمال يمكن بيعرف في العطلة الصينية أنا دائما بحاول أسافر على القرى أو نروح نقضي العطلة مع زوجتي وأهلها في قرى من قريبة من منطقة خوبي، وأنا كنت يعني مرتب إن نطلع، فبالتالي إجا الحصار فجأة، يعني فجأة تم الإعلان بإغلاق المطارات، إغلاق محطات القطار، وبعدها بيوم أغلقوا الطرق السريعة مداخل المدينة. حسينا نوعا ما في إشي غلط قاعد بيصير. طبعا هذا إحساسي كان نفس إحساس جميع الناس اللي كانت موجودة في مدينة وخان. البعض كان مش مستهزئ، يعني لم يأخذ الموضوع عن جدية، والبعض الآخر أيضا يعني أخذ كهو مطلع أخذ الموضوع، الآن بدأ عنده جرس الخطر يضرب. لا أخفيك أنه
أهل وخان بطبيعتهم هم ناس يمكن الدكتور جمال بيعرفهم، يعني مش عارف كيف ألخص لكم إياها، يعني هم ناس ما بيخافوا بسهولة، أو عندهم طبع إنه غير عن المدن الأخرى في الصين، عندهم وضع إنه أنا من وخان وأفتخر من هذا المنطلق يعني. فبالتالي إجت الإجراءات، في ناس في البداية عارضت هذا الشيء، لما الحكومة واللجان الصحية تطلب إنه لازم على المواطن وضع الكمامة، الغالبية وضعوا الكمامة، لكن في ناس كانت تطلع بالشارع بدون كمامة. طبعا كانت هناك مساءلة قانونية للناس هذه، إذا أنت خلص فرض عليك الحجر الصحي ممنوع تطلع بالسيارات، على الأرجل كنا نمشي، لما نروح على السوق نمشي على الأرجل، لازم وضع الكمامة. بدي أحكي لكم حاجة طريفة هي ولكن حقيقة. طبعا الشرطة كانت تغرم الناس وأحيانا تعتقل الناس هذه، بس ما عندها الاستعداد انها تعتقل مثلا اعداد كبيره من الناس، فلجأت على حاجه طريفه في انها تلزم الناس في وضع الكمامه، الجزئيه هذه من الناس ما كانش توضع الكمامه، عملت طريقه انه اي واحد مش موجود عنده كمامه في نظرها انه هو ما بيفهمش، بس هو متعلم لكن هو ما بيفهمش، فبالتالي التجأت الى طريقه كانت تأخذ هذا الشخص وخصصت صالات للرياضة أو أماكن عامة تحطهم فيهم وتعطيهم كتب الدراسة تبع صف ثالث ابتدائي، تحطهم في هذه القاعة وعليهم شرطة وحراسة، تقولهم أنا بعد ساعة راح أعملكم اختبار في مادة الرياضيات في مادة العلوم حسب الكتاب اللي أعطوله إياه، إذا نجحت في الاختبار بخليك تروح على البيت، إذا رسبت بالاختبار راح تضل عندي يوم يومين ثلاثة قبل ما تجتاز هذا الاختبار، لأنه أنت إحنا بنحكي لك حط الكمامة وأنت ما بدك تحطها، فمستواك بالنسبة لنا صف ثالث ابتدائي. وفعلا هذه الطريقة عملت ضجة شوية على وسائل التواصل الاجتماعي وصارت الناس تخاف، يعني أنا كطبيب الآن ودرست ووصلت لهذه المرحلة، أنا بنتي الصغيرة بصف ثالث ابتدائي أعطيني مسألة حسابية ممكن أنا ما أعرفش أحلها، لأني أنا الآن مش مستوعب أو بدي أرجع للقوانين من جديد، ولأنه قوانينها شوية، فالناس كانت تخاف من هذا الإشي. بعد هذا الإشي تم تجديد الحصار على مراحل، ما إجاش بيوم وليلة، يعني زي ما قلت سكروا المطارات سكروا المرافق، بعدين كنا البصات وقفت، المترو وقف، اللي ما عنده السيارة كان يضطر يمشي على أرجله، كنا نطلع بسياراتنا الخاصة. في يوم من الأيام منع علينا البنزين، يعني ما تروح ما تعبيش بنزين، بعدين اتلاشى هذا الإشي، يعني ما كانش لفترة طويلة منعوا علينا السيارات، فبالتالي احنا اضطرينا أن نقعد في البيوت. إذا السوبر ماركت بعيد عني أنا ممكن أروحه بالأسبوع مرة واحدة أو بالأسبوع مرتين، وكنا نروحه يعني، لكن بدأ انتشاره كان بشكل يعني مخيف وسريع، بالرغم من الإجراءات هذه كل ما يشددوا في الحصار كل ما يخف الانتشار، فكانت هذه عملية إيجابية إنهم وصلونا إلى حجر صحي صارم مغلق تماما، حتى ما كناش نقدر ننزل على حديقة المجمع السكني اللي كنا نسكن فيه. طبعا هذا بتدريجيا أعطانا فعلا، احنا لمسنا هذا الاشي انه عدد الاصابات صارت تسجل باعداد خفيفة، وخاصة بعد انه كان الارباك اللي في المستشفيات اللي صار والاعداد اللي كانت هذه خفت تدريجيا مع تصاعد اجراءات صرامة هذا الحجر الصحي. تفضل دكتور اذا في اسئلة، يعني انا ممكن اوضح لانه الموضوع يطول. يس احنا عارفين. طب انت كيف تنظر الى هذه التجربه؟ طبعا هاي يعني من الشغلات الجديده اللي جاءت على العلماء والاطباء وحتى على السياسيين، يعني ما واجهنا شيء زي مثل هذا سابقا، فهل تتوقع انه هاي الممارسات الصينيه كانت سليمه في التعامل مع المرض، وهل ترى هناك في اخطاء في هذه الممارسات ام كلها كانت سليمه؟ طبعا احنا اي وباء او هذا احنا كمسلمين هذا موجود في ديننا، انه يعني في حديث على عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه انه اذا جاءكم وباء او طاعون في بلد لا تدخلوها ولا تخرجوا منها، والصين طبقت هذه الحديث او هذا الحديث
وهم لا يعني ينتمون أو لا يؤمنون بالديانة الإسلامية. في تاريخ يعني 18 تحديدا، بتاريخ 18 يناير طلب من أو أتت الحكومة بالبروفيسور جون نانشان، هذا هو يعتبر بطل قومي في الصين، لأنه هو أو هو من شارك أو هو حط خطة حد من انتشار لفيروس الساس لما انتشر في الصين في عام 2002-2003. فالوباء هذا طلبت منه الحكومة أن يقيم الوضع في تاريخ 18 يناير. طبعا قدم تقرير إلى الحكومة المركزية الصينية، بالتقرير تبعه اختصره بأربع كلمات باللغة الصينية. الدكتور جمال يمكن بيعرف بو جين بو تشو، شو معناها بو جين بو تشو؟ معناها لا خروج ولا دخول. هذا تقرير للبروفيسور جون نانشان اللي ممكن كنتوا شفتوه على القنوات، طلب بإغلاق المدينة وعدم الدخول وعدم الخروج للجميع. وفعلا بعد أربع أيام من تقريره إلى الحكومة المركزية نال ما طلبوا في هذا التقرير، وقامت الحكومة بالإغلاق. طبعا ما في إنسان كامل في الكمال لله دائما. أي وإحنا زي ما تفضلتم أنت بتقول التجربة الصينية، شو معنى التجربة؟ معنى التجربة أنه أنا قاعد بجرب، احتمال تزبط واحتمال ما تزبط. أنا ما حطيت نظرية وقلت لا هذه النظرية خلص مسلم فيها. في بداية الحجر طبعا الأعداد كانت كبيرة، وصار إرباك في المستشفيات، لأنه صارت الناس تروح أفواج أفواج على المستشفيات. سنه بيجعوا عنده حرارة صار يروح على المستشفى، أنا عندي حرارة كورونا، عيني بتجعني وارمة أنا عندي كورونا، بطني بيجعني عندي كورونا. فصار إرباك في المستشفيات. فالحجر الصحي أعطى للحكومة مش إنه بس حد في الانتشار، حد من الإرباك اللي صار بالمستشفيات، أعطى فرصة للحكومة الصينية إنها ترتب أمورها الداخلية بالمنظومة الصحية، وخاصة بالمدينة اللي صار فيها أفواج كتير تيجي على المستشفيات. راحوا على طول عزلوا مستشفيات خاصة سموها فيفر فور أوت اوت بيشنت مثلا، او استقبال للي عندهم حراره، ومخ يعني عزلوها عن المستشفيات الاخرى عشان ما يصيرش في انترنال انفكشن في المستشفى او عدوى داخليه داخل المستشفيات. التزمنا ببيوتنا، وكان تشخيص الحالات عن طريق يعني اللي عنده حراره في البدايه وعنده إسخونة يضل في البيت يراقب الحالة، إذا ظهرت عليه أعراض ضيق تنفس أو تطورت يتصل في الطوارئ أو في الإسعاف، يا جماعة أنا عندي كذا كذا تعالوا اكشفوا علي أو خدوني المستشفى. هذه يعني من أسبوع لأسبوعين تقريبا كانت متبعة هذه الخطة، ولكن اللي هو الحجر المنزلي دكتور. الحجر المنزلي بما معناه أنه أنت عندك إشي، عندك أعراض، إلزم بيتك راقب الحالة. تطورت إنك بدك تصير عندك ضيق تنفس اتصل علينا إحنا بنيجي. وغالبا كانت لما تتطور الأعراض تشخص كورونا على طول. بعد الفترة أسبوعين تقريبا اكتشفوا إنه صار في أعداد كبيرة من الناس اللي موجودة حجر صحي في البيت وصلها أسبوعين مدة 14 يوم ما خلطت حدا، قاعدة بيصير فيها تسجيل إصابات جديدة. فتيقنوا أو وصلوا للنتيجة إنه الحجر المنزلي هذا كان خاطئ، وهم كانوا مضطرين يعملوا الحجر المنزلي لأنه ما كانش في أماكن مخصصة للعزل الانفرادي كانت موجودة في مدينة وخان. هم بعد هيك بلشوا بصراع مع الزمن وسباق مع الزمن إنهم أقاموا المستشفيات الميدانية اللي هي خوشنشان وليشنشان، وقاموا أيضاً بالفنادق وتخصيص أماكن للدولة بأنها تحتوي على هذه المشتبه بإصابتهم أو ذوي الإصابة الخفيفة. أيضا منعوا الآن أي شخص بعد هالأسبوعين إنهم إذا ظهرت عليهم أعراض أو عندك حرارة، كان التشخيص هو للحرارة وحطوا معيار لهذا الشيء
كانت 37 درجة بوينت 4 درجة مئوية. إذا كانت أعلى من هذه الدرجة أنت تشخص عندك حرارة، سواء هذه الحرارة ناجعة عن كورونا إنفلونزا أو سنك بيوجعك، أنت هذا عندك حرارة لازم تحجز 14 يوم ويتم التحقق من سبب هذه الحرارة. وهذا الصحيح كان خطوة في الاتجاه الصحيح، خفت الإصابات بين الأسر اللي أفراد الأسرة الآخرين وحدت من الانتشار ووصلنا إلى النتيجة هذه. فهذا كان خطأ من الأخطاء اللي الصين اعترفت فيه بنفسها وغيرتها على طول الخطأ هذا. بالنسبة طبعا كان أيضا بالنسبة بعض الأخطاء هناك صغيرة يعني لا تذكر، بس إدارة المستشفيات صار تخبط فيها، وهذا ما يعني لجأت إلى الصين أيضا إنها طلبت تدخل قوات طبية من الجيش والإدارة في المستشفيات. ولما دخل الجيش أنتوا شفتوا صار هذا صار في عملية يعني إعادة للنظام في المستشفيات هذه، والكوادر الطبية كانت تشخص بشكل أفضل. فهذا تقريبا بشكل عام شو الخطأ اللي صار، وصراحة ممكن إحنا في الدول الأخرى نتعلم من هذا الخطأ. وأنا للأسف بشوف كتير من الدول إنها الآن بتطلب الحجر المنزلي، ولكن أنا حكيت في هذا الموضوع وقلت الحجر المنزلي ممكن أن يتم ولكن له شروط ومعايير في إتمامه، لأنه إحنا بنقول إذا أنت شخصت حالة وكانت مثبتة انه هذه عندها فيروس الكورونا سواء كانت خفيفة او متوسطة او طبعا خطرة، احجر المرضى في اماكن مع بعض ما عندك مشكلة، لانه خلص هذا مصاب مصاب، يعني ممكن بالغرفة يكون 10 ما عندك مشكلة. لكن الاهم نقطة انك انت تشخص المشتبه بحالتهم، يعني عندك حالة مصابة انت لازم تحقق مع مين خلطت وتجيب كل الناس اللي تخالطوا معاه خلال فترة ال 14 يوم او الاسبوعين من ظهور الاصابة عليه. الحجر لازم يكون للاشتباه بالاصابة اهم من معالجتك للمريض، لانه هذا المشتبه ما بتظهرش عليه الاعراض وبكون حامل الفيروس، فيجب عزله في مكان انفرادي. وأنا إيش أقصد انفرادي؟ يعني لا يخالط أحد، ما حدا يفوت عليه، ما حدا يدخل عليه، حمامه ما له مؤاخذة يكون لحاله، أدواته لحاله، أدوات الطعام لحاله، بشكيره لحاله، كل إشي لحاله، ويكون تحت الرقابة الطبية، إنه في حال تطورت عنده الحالة ينقل إلى المستشفيات ويقدم له العلاج المناسب. الدول بعض الدول ما عندهاش القدرة إنها تسوي أماكن يعني مخصصة لهذا الإشي، إنها تحجر كل واحد على انفراد، فبتطلب منهم إنه ينحجر في البيت. كلام سليم، أنا معك، إمكانياتنا لا تسمح، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، ولكن الشخص هذا لما يكون محجور بالبيت، وأنا حكيتها على منصات أو قنوات إعلامية تانية، خليه محجور بالبيت، خصص له حمام لحاله. ما كانش في حمام او واحد حمام بالبيت معناته بدك تخصص واحد يعقم هذا الحمام من الالف الى الياء بعد دخوله على الحمام، تعقمه من السقف للارض عشان ما ينقلش العدوى لباقي افراد الاسره. ثانيا انك انت تحطه بالغرفه وتسكر عليه بالمفتاح، ما بيطلعوا على باقي غرف البيت او بالليل مع اهله بروح يتفرج على التلفزيون وحط الكمامه وبعد شوي بدي اروح انام، هذا الكلام لا يصلح لا يصلح. فحجر حجر يعني حجر، احنا معلش في 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 تعبير اخر هو عباره عن سجن 5 ستار، سجن بخمس نجوم، بس انت سجين فعلا، سجين حريتك مقيده في بين هالاربع حيطان ممنوع تطلع. في هذه الحاله ممكن الحجر المنزلي يعطي نتائج يعني زي الحجر الانفرادي اللي بيصير في اماكن مخصصه من قبل اللجان الطبيه. طيب دكتور سامع صوتي؟ عفوا باش مهندس انا ما سامعك. طيب دكتور جمال أنا سامعني؟ مش سامع. يس يس تفضل. لا انا رايي دكتور جمال تابع طيب. بالاسئله مع الدكتور علي شكرا. وانا مضطر اغادركم، الظاهر في مشكله تقنيه في الصوت. بارك الله فيك، شكرا، يلا يعطيكم العافيه. نعتذر يا جماعة، شكله في مشكلة تقنية عند أستاذ محمد تميمي وللأسف سيغادرنا، لكن سأتابع معكم اللقاء إن شاء الله. الآن الموضوع بالنسبة للتعامل للحكومة الصينية مع الأزمة هاي، تعرف إحنا كنا بنعرف إنه بالصين العلاج مش مجاني، يعني مش كل زي ما كل الناس بتعرف،
شو تعاملت الصين بالموضوع هذا؟ وبالنسبة للأكل، أنت حجروكوا 60 يوم، طب كلكوا كان عندكم أكل لمدة 10-15 يوم، وعادة يعني اللي ما بيعرف الصينيين ما بيحاولوا يخزنوا أكل كتير، معظم أكلهم بيكون كل يوم يومين ثلاث مع بعض. يعني أنا بعرف ناس يمكن شروا ثلاجات خلال بس سنة سنتين، لأنه عادة بيجيبوا كله فريش. فكيف تعاملت مع هاي النقطتين الحكومة؟ وطبعا كما تفضلت، احنا لما بدينا بالحصار صحيح انه ما منخزنش اكل كتير، ولكن كان تسارعنا على الاسواق، حاولنا نجيب اكتر المواد اللي زي ما تفضلت لمدة اسبوع، الواحد بخزن مدة اسبوع شهر، اكتر من هيك مش راح تقدر تخزن. وكان الخضرة بالذات ما بتقدرش تخزنها لفترات طويلة لانها بتخرب. لما تم حجرنا بصرامة، فعلت شركات، او احنا اصلا كنا متعودين نشتري اغراضنا على الانترنت عن طريق شركات اونلاين، ولكن بعد الحجر الصحي تم تخصيص شركة او شركتين من الرائدة في هذا المجال، وكان انك فيك تطلب اللي بدك اياه اونلاين ويتم الدفع اونلاين ويتم توصيله لك للمجمع السكني لباب بيتك، بيوصل لك عن طريق لجان كانت مخصصة للعمل ومسموح لها انها تقوم بهذا العمل خلال الحجر الصحي. طبعا مش اي شخص يعني يسمح له انه يوصل هذا الاشياء، لانه الحكومة ايضا انتبهت للنقطة هذه، كانت تعمل عليهم فحص دوري هذه الناس اللي كانت توصل الاغراض من قبل الشركات التوصيل، عندهم شهادات وبفحصوهم يعني بديش اقول شبه يومي، ولكن دوري من ناحية كاشف الحمض النووي وخلوه من حمل هذا الفيروس، لأنه هو بده يجيك بده يتنقل وبده يروح على البيوت ويحط لك الأغراض على باب البيت، فكنا مطمنين من هذا الشيء. بالنسبة إلى الدواء، طبعا قبل ما انتقل على الدواء، أيضا بالنسبة للخضار نوعا ما، لأنه كان فترة من الفترات في شح من المواد بسبب إغلاق مدينة ووهان، صراحة أنا لمستها شخصيا. يعني في إحنا منعيش في مجمعات سكنية، والمجمع السكني هناك للجان طبية وفي متطوعين بيقوموا على خدمتنا الصحية في هذا المجمع، لكن الحكومة كانت تعطينا خضار مجانا لكل مجمع، تجيب مثلا أكياس بطاطا، أكياس بصل، أكياس ملفوف، أكياس قرع، وأنا واحد من الناس كنت أخذ الأشياء هذه، تحط أكياس كتير في المجمع تحت، إحنا ننزل ناخد اللي بدنا إياه ونطلع. هذه كانت مجانا تعطينا من الحكومة في المجمعات السكنية لما كان في شح في الخضار بالأسواق، كانت هذه موجودة صراحة. بالنسبة للعلاج، الدكتور جمال بيعرف إنه الصينيين عندهم نظام صحي، أو خلينا نقول تأمين صحي، ولكن لا يغطي بتكلفة 100%، بعضه يغطي 50%، بعضه 80% حسب انت ايش نظامك التأمين الصحي تبعك، مش زي دول اوروبا انا عندي تأمين صحي خلاص، لا. ولكن اخذت الحكومة على عاتقها انها اي مصاب بكوفيد 19 الحكومة تقوم بعلاجه مجانا بالكامل، ولكن بعد ثبوت الإصابة عليك. يعني انا لو عندك انت حرارة وشخصت هذه الحرارة إنها مش كورونا وتم حط يعني وضعك في هذا، يكون على حسابك الخاص، لكن بعد تشخيصك للحمض النووي بأنه أعطاك نتيجة إيجابية، من هنا يبدأ أنت الآن تعالج مجانا من قبل الحكومة الصينية. وطبعا هذا كلف الحكومة أعباء مالية كبيرة، بسبب أنتوا عارفين الصين، يعني إحنا في ووهان بقينا 19 مليون نسمة، في خوبي 50 مليون نسمة، في الصين ككل 1.3 مليار نسمة، يعني هاي مش بسيطة العملية يا جماعة. وطبعا هي الحكومة مشكورة على هذا الإشي صراحة. طيب، سؤال مهم جدا أنت تطرقت له بس ما كان سريعا، اللي هو موضوع الماسكس. الآن إحنا في ديبيت كبير، ناس بقول لك خاصة WHO recommendation don't wear a mask، CDC أحياناً الأمريكية بتقول لك البس، أحياناً بتقول لك ما تلبس. اللي لمسته أنا شخصياً إنه الأيجين بشكل عام، الآسيويين، الصين، اليابان، كوريا، كلهم عادة كانوا يلبسوا ماسك بشكل كمية خفيفة، لكن خلال الفترة هاي كلهم لبسوا ماسك،
والحمد لله نسب الإصابة نزلت كتير، وفي دراسات عم تحكي إنه بسبب الماسك. ومع ذلك للأسف الحكومات الأوروبية وأمريكا وكندا لسه بقولوا ما تلبس ماسك. شو رأيك أنت الشخصي أو وضع تقييمك الطبي؟ وطبعاً أنا رأيي الشخصي أنا طبعاً مع لبس الكمامة وبقوة، لأنه في هذا الفيروس من فيروسات الكورونا وينتقل عن طريق الرذاذ والجهاز التنفسي، وثبتت مؤخراً بأنه يبقى في الهواء الرذاذ المتطايرة من السعال المصاب يبقى في الهواء من مدة 4 إلى 8 ساعات. هناك دراسات عديدة، ولكن من خلال خبرتي أنا أيضا كنت معايش لفترة ظهور السارس في بكين في السنوات الماضية، وهذا السارس أيضا كان يتوجب علينا لباس الكمامات، وهو أيضا من عائلة كورونا. لا تنسوا كوفيد 19 أو الكورونا المستجد هو من عائلة كورونا، يتبع السارس أو ابن عم السارس أو أخو السارس خلينا نقول. فبالتالي يجب لبس الكمامة، ولكن في توقعاتي أنا الدول اللي بتقول لا تلبسوا كمامة وكذا، أعتقد إنه السبب هو مش طبي، السبب هو بدهوش يعمل إرباك في 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 يعني الكمامات في الأسواق ويصير عليها مضاربات، وأصلا هي غير متوفرة لكل واحد، لأنه الكمامة أنت لما بتلبسها، أنا على المستوى الفردي أنا الآن بعد تخفيف الحصار أنا بدي باليوم كمامتين، يعني أنا ما بلبس الكمامة طول اليوم، لازم أغيرها لما بطلع على البيت وبرجع، خلص بتلفها الكمامة هذه، يعني أي خرجة بدي إياها بكمامة. فبالتالي أنا صرت أحسب كم مرة بدي أطلع من البيت عشان أنا أوفر كمامات عندي. كمان الكمامات بطبيعتها هي متوفرة في الصين وسهلة ومصانع كتير، فسهل إنه تغطيتها، لكن في بعض الدول أعتقد إنه من هذا السبب برضو يكون صعب تغطيته، فأنت تلزم البيت في وتحاول تحد من التجمعات، ممكن إنه يساعدك إنك ما تستخدمش كمامات كتير، فبالتالي أو بعيد عن التجمعات ممكن من هذا المنطق. لكن أنا بأكد كمان مرة، الكمامة الكمامة ثم الكمامة، يجب لبسها عند خروجك من البيت. طبعا أنا في أحد الفيديوهات اعتذرت من الدكتور، لأنه كنا نناقش قبل هيك عن موضوع الكمامة، وكنت كتير مقتنع في ما قالته WHO، لكن لما قرأت الريبورت تبع WHO كاتبين إنه الكمامة will not fully protect you. كلمة fully هون vague يعني، فالسؤال كان تبعي أوكي it will protect me 80% 70%، لو 10% لو 1% أفضل من لا شيء. فمن هنا جاء ضمان قناعتي التامة. بالإضافة لدكتور المرضى اللي ما عندهم symptoms، هدول أعتقد عفوا راح الصوت، ما عندهم المرضى اللي ما عندهم symptoms اللي ما بيظهروا أي أعراض، هدول برضو ممكن يكونوا لاقلين وإنت مش عارف إنك تتعامل معهم إذا بدون كمامة. نعم صحيح، هذا كمان مثبت الآن، وإحنا الآن نعايشه إنه هناك إصابات أو حاملي لهذا الفيروس بدون أعراض، وهذه هي سبب انتشار أيضا هذا كوفيد-19 بشكل مخيف، إنه ينتشر بين الناس الحاملة لهذا الفيروس وتعدي الآخرين بدون ظهور أعراض عليها. فيجب عليك وضع الكمامة في جميع الأحوال صراحة، سواء أنت كنت مريض أو أنت كنت رجل أو شخص سليم، لا يجب عليك وضع الكمامة، ستحميك إن شاء الله. إن شاء الله. طيب دكتور عندي سؤال هون، يعني عن موضوع نقص المعدات الطبية. معظم الدول الآن في العالم عم تتكلم عن نقص المعدات الطبية، وإحنا عارفين إنه الصين هي مصنع العالم كانت وما زالت يعني. فهل تتوقع إنه موضوع لما صارت الأزمة في ووهان، هل كان في نقص شديد ولا قدرت الصين خلال فترة بسيطة إنها تغير مصانع، تسوي أي إشي استراتيجي عشان تغطي هذا النقص؟ وطبعا حظ الصين انه بدا الانتشار هذا الفيروس في منطقه واحده او مقاطعه واحده، وهي مقاطعه خوبي وبالاخص مدينه ووهان. وانت دكتور جمال بتعرف الصين دوله عظمى الان، وصراحه يعني كل المدن والمقاطعات الاخرى تكاتفوا وتكافلوا في امداد التجهيزات الطبيه، من كوادر طبيه، من جيش، فرق طبيه، من اطباء، من معدات، ومن ايضا كمامات، يعني على مستوى الكمامات وايضا مواد غذائيه كانت
كل الصين صارت تضخ في مقاطعة خوبي، فبالتالي من ناحية النقص هناك كان في نقص صراحة بالمستشفيات في البداية، خاصة إنه الفيروس بداية انتشاره كان يسجل إصابات خطيرة وما كانش ينتشر بهذه السرعة زي ما صار الآن بينتشر فيها. يعني الآن اللي يصاب بالفيروس يصاب بعد شهرين طبعا من ظهوره أو قريب 3 شهور، الآن ينتشر بسرعة أكبر مما مضى، ولكن الأعراض التي تظهر بعد الإصابة أخف من بداية انتشاره. لكن أنا النقطة اللي بحكي فيها أنه بداية انتشاره كانت اللي يصاب بهذا الفيروس حالته من السهل أنها تصنف فوق المتوسطة أو الخطرة، مما يحتاج إلى دخوله إلى العناية المركزة. وأنا أقصد عناية مركزة هنا أنه بدك تجيب، لازم يكون عندك الإكمو أو أجهزة التنفس الصناعي. كان هناك نقص في الإكمو أو جهاز التنفس الاصطناعي، وحدثت وفيات بسبب هذا النقص. انه انا في المستشفيات ما كانش في كافي، في مريض كان عليه الاكمو والتاني بنتظر الاكمو، ما قدرش ينتظر الاكمو انها تخلص من المريض رقم اي عشان نحطه في بيو فتوفى. فأجهزة التنفس الاصطناعي هي اهم معدة طبية تلزم في مواجهة كوفيد في نظري انا الان، بالنسبة للدول اللي بتسجل حالات من تصنيفها فوق المتوسطة او الخطرة. طيب ما بعرف دكتور إذا أنت متابع الوضع في كندا، الوضع في الولايات المتحدة طبعا الآن صاروخ وطاير للأسف، لكن الوضع في كندا إحنا عم بتزايد. هل تتوقع أنه إحنا تعرف الحكومة الكندية عم بتحاول الآن تخفف من العمل من خارج المنزل، كل العمل من المنزل، بيطلع بس للأشياء الضرورية، السوشيال ديستانس، التباعد عن الناس، هل تتوقع انه احنا في لسه في السيف سايد في كندا؟ يعني الرقم عندنا اليوم تقريبا 8-9 آلاف، اليوم عندنا 1000 حالة إصابة، عدد الموتى واللي توفوا حوالي 108 إلى تاريخه، فكيف انت توقعاتك؟ يعني انا طبعا ان شاء الله الله يسلم الجميع ويسلمكم ويسلم جميع الدول في العالم وخاصة شعوبنا العربية كمان، بس أنا بتوقع أنه اختلاف الكثافة السكانية بين الدول، وإذا أنت بتيجي بتحسبها بتقارنها بالصين، أكيد الدول هاي راح تكون أقل حدة من تسجيل الإصابات فيها، لأنه الاختلاط بيكون غير كثيف بين الناس. يعني أنا تعال قارن أي سوبر ماركت في الصين بسوبر ماركت بكندا، شوف الناس اللي موجودة فيه، هاي نقطة. نقطة تانية، البصات، المترو لا تقارن بالصين يعني، فبالتالي الكثافة السكانية بتلعب دور كبير، هاي نقطة. نقطة أخرى، طبيعة الحياة المواطن المعيشي أو السكني، يعني إحنا هنا في مجمعات سكنية، المجمع السكني ممكن في أقل مجمع سكني بتلاقي لك 2000-4000 عائلة، وكل عائلة من 3 أشخاص، لكن في كندا على سبيل المثال معظم الناس عايشة في فيلا خاصة، انت بيتك خاص فيك بحديقتك، يعني ما فيش احتكاك بينك وبين جارك. طب انا لما بدي انزل من المجمع السكني بدي انزل بالاسانسير، بكون قبلي 100 واحد نازل فيه و100 واحد داعس على زر الاسانسير، في حيث انه انت اكرت الباب في بيتك، بتفتح بيتك انت او زوجتك او اولادك اللي مسكوا الباب، واحد تاني ما مسك اكرت الباب تبع الباب الخارجي تبع المجمع تبعك انا بقصد. فبالتالي يعني هذا راح ان شاء الله بيعطي مؤشر انه اذا الناس التزمت في بيوتها او التزمت بطرق الوقاية الصحيحة، اعتقد انه ان شاء الله الامور ما راح تتطور وتصير تسجل باعداد مخيفة. وطبعا الاهم من الاشي هذا هو التشخيص المبكر للحالات، يعني اذا عندك القدرة انك تشخص الحالات المبكرة راح تتماثل للشفاء إن شاء الله، ولن تؤول الحالة إلى الخطرة. لكن إذا كان تشخيصك غير مبكر لهذه الحالة، من السهل بعد ما توصل مرحلة المتوسطة أي عند ظهور ضيق التنفس في الشخص المصاب، ممكن بسرعة جدا أن تتطور الحالة ويكون الأطباء عاجزين عن أنه ينقذوا حياة هذا المريض. أكيد أكيد. طيب دكتور شو بدك تعطينا الوقاية، قصص النجاح في إيجاد علاج وفاكسين لهذا من النظرة الصينية؟ خلينا نحكي قبل الوقاية عن العلاج واللقاح أو الفاكسين.
العلاج الآن في مراحله الأخيرة من التجارب السريرية على بالنسبة لكوفيد 19، وهو باختصار شديد هو عبارة عن ثلاث أنواع من العلاج. العلاج الأمريكي الذي كان يعالج فيه مرضى إيبولا الآن يجرب عليه في التجارب السريرية بالنسبة لكوفيد 19، وأعطى نتائج، يعني أعطى نتائج إيجابية في علاجه للحالات. الدواء الثاني اللي هو الدواء الياباني، وهو أعتقد مضاد للإنفلونزا، والآن تجرب عليه اللي هي التجارب السريرية. الدواء الثالث اللي ما كانش يعني إحنا خاطر على بالنا والآن أعطى نتائج كثيرة، هو الدواء مضاد للملاريا، وهذا معروف الدواء ومصدق من قبل الـ FDA والـ CFDA الصينية اللي هي هيئة سلامة الغذاء والدواء، لكن بالنسبة للملاريا الآن يجرب عليه تجارب سريرية بالنسبة لجرعاته وطرق إعطائه للمرضى بالنسبة لكوفيد 19، ولازم نكون حذرين في استخدامه لأنه بيعطي مضاعفات أحيانا في سوء استخدامه. طبعا هذه الثلاث أدوية بدأت عليها التجارب من تقريبا شهرين أو تقريبا هاي الفترة، وإن شاء الله النتائج السريرية في الصين وخاصة في ووهان ستعطي أكلها في تقريبا نهاية هذا الشهر، شهر إبريل، وممكن بعدها يكون في دواء خلينا نقول بيساعد بالعلاج، بدناش نقول فعال 100%، يساعد بقوة بالحد من تطور الإصابة أو المصاب أنه يتطور حالته للخطرة. بالنسبة للقاح، طبعا أنتم كلكم تعرفوا اللقاح، وخاصة دكتور يعني الدكاترة بيعرفوا أنه اللقاح أصعب من الدواء في إصداره، خاصة بالنسبة للفيروس، بأنه يجب أول إشي دراسة هذا الفيروس، أول إشي عزله، وبعدين تعزل الفيروس هذا، بعدين تدرس سلالاته، لأنه الفيروس إحنا منقولش طفرة جينية، في عدة سلالات. الآن سلالات هذا الفيروس ظهرت ب 146 سلالة، فبالتالي أنت بدك تدرس هذه السلالات وبدك تشخ يعني تدرسها على يقين، وتشوف أي الأجسام المضادة، بأنك أول إشي تعمل تجارب على الحيوان، تعمل أنيمال موديلينج سواء على الفئران أو على القردة، بتخليه يصاب بالكوفيد عشان تجرب عليه هذا الدواء. فهذه المرحلة بتاخذ وقت كبير بعد التجارب الحيوانية، أنت بدك تجربه على الناس، بدك تشوف سلامته، وهذا بيحتاج إلى تجارب سريرية تنقسم فيز 1 فيز 2 فيز 3 ثلاث مراحل، على أساس أنك، وبيحتاج إلى متطوعين بأعداد كبيرة في المراحل المتقدمة على أساس أنك تنزله للسوق ويكون في متناول عامة الجميع. وإذا أنت محظوظ خلال أنت لما طلعت الفاكسين هذا، الفيروس هذا ما تحورش أيضا، راح يكون فعال. إذا الفيروس تحور بدك تعيد من الصفر، أو بدك تطور اللقاح اللي أنت أنتجته عشان يكون فعال على الفيروس المتحور الجديد. فيعني بالنسبة للقاح العملية الأمور مش بسيطة صراحة، وليس بهذه البساطة. طيب بالنسبة يعني إحنا بدنا شوية كلام هيك، هل في طمأنة للناس؟ هل الوضع الصيني الآن مطمئن؟ الوضع في ووهان مطمئن؟ أنتوا أخذتم زي ما حكيت حجر تقريبا من 60 إلى 70 يوم، هل إن شاء الله حنمر من هاي المرحلة إحنا؟ هل تتوقع أنه هاي المرحلة زائلة؟ عفوا أنا توي برضو، هي هاي المرحلة، سؤالك هذا برضو في شق تاني من السؤال الأول أنا ما جاوبته بالنسبة لطرق الوقاية. فبالتالي الوضع اللي وصلنا فيه إحنا الآن هو بسبب التزامنا بالطرق الصحيحة للوقاية، ووضع الكمامة عند الخروج، وغسل الأيادي، وعدم ملامسة الوجه. أنا بديش أعيد أكرر لأنه أنتم كلكم عارفين شو هي الطرق الوقاية. أتوقع إذا تم يعني دراسة خطة، وممكن تاخذوا شوية تاخذوا من الخطة الصينية لأنها هي مجربة وأعطتكم نتائجها بالمجانا الآن، إنكم أنتوا شايفين على أرض الواقع شو النتائج اللي إحنا وصلنا لها. فأنت على حسب البلد اللي أنت فيه خذ من التجربة الصينية الجزئية اللي ممكن إنك تطبقها في بلدك بحذافيرها. لا تقول أنا بدي أخذ هذه التجربة مثلا حجر وأطبقها بس أخلي الشخص بالليل يطلع من غرفته ويتفرج على التلفزيون مع أفراد الأسرة، هذا خطأ. بدك تطبقها، طبقها صح في البيت، فقد التجربة. طبعا بعد انتهاء هذا الحصار إحنا الآن صدقا الوضع غير مطمئن، وحذرين جدا، خاصة إنه الناس بدأت تطلع في الشوارع، لكن الإجراءات الوقائية من
قبلنا احنا كافراد نظافه شخصيه زي ما تكلمت موجوده وبقوه، والاجراءات من قبل اللجان الطبيه او المجمعات السكنيه او اماكن العمل او المرافق العامه ايضا تطبق وبقوه، من ناحيه انه تم اصدار شهادات الكترونيه صحيه لكل فرد. الان عندنا كود بسموه كيو ار، هذا صادر بانه انت عندك لم تصب بالحراره وما سجلت اي يعني رحت على المستشفى او شيء، هذا بيكون مصدق من اللجان الطبيه التابعه لكل حي. فبالتالي انا معي الكيو ار مثلا، انا بطلع على من البيت، في تحت على باب المجمع السكني ناس بتستناني لابسه البروتكتيف وهذا ومعاها مقياس درجه الحراره، بتقيس حرارتي وبتسوي سكان لا 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 الكيو ار تبعي، خلص بسجل انا اليوم فحصت على باب المجمع السكني وكانت درجه حرارتي 36.5 او 36.8 مثلا. لما بطلع اذا بدي اطلع في الباص، قبل ما اطلع في الباص في شخص هناك بيقيس حرارتي مره اخرى وبيعمل لي سكان، ببين عندهم عند الحكومه او اللجان هذا البرنامج الرقابي لهذا الكيو ار انه انا وصلت عند الباص وكانت حرارتي ايضا سليمه. برجع بروح على بالعمل على باب العمل، هناك ايضا يتم فحصي ويتم سكان. انا الساعه 9 وصلت الى العمل، الساعه 8 طلعت من بيتي، الساعه 8:30 كنت في الباص مثلا. فهذا بيسوي متابعه دقيقه احنا قلنا للناس من ناحيه الطبيه، في اي نقطه انا اشخص انه عندي حراره بيتم تحديد مكاني، وبكون سهل على الحكومة إنها تتبع مين من الأشخاص في هذاك الوقت كانوا موجودين في هذا المكان، بيتم الاتصال فيهم والطلب فيهم إنه ينحطوا في الحجر الصحي. فهذه عملية ذكية. طبعاً في ناس ممكن تتدخل تقول هذه في حرية شخصية، بس هذه لازم تكون الإجراءات موجودة بالنسبة للصحة. راقبني بس دير بالك عليها، أو أساس نحد من هذا الانتشار. بعد ما يخلص الوباء أنا راح ألغي البرنامج مثلاً. فهمت عليك يا؟ يعني ما فيها هاي انه انتحال الخصوصيه او انه تدخل في خصوصيه الشخص، بس هاي اجراءات احنا ضروري لازم ننفذها الان، والا كيف بدك تتبع التشخيص المبكر؟ احنا الان في مرحله لازم يكون فيها في اجراءات للتشخيص المبكر للحالات، وخاصه بعد تخفيف الحصار، وخاصه بعد ظهور اناس الان ممكن تكون تمشي بالشوارع عندها حامله لهذا الفيروس ولا تظهر عليها الاعراض. لأنه بالأمس هناك كان تسجيل 1540 حالة في الصين، وأكثر من نصها من الإصابات المحلية وليس من اللي إجوا من برا. فهذه يعني بدناش نقول مؤشر إلى second wave لهذا الفيروس، بس second wave أو الموجة الثانية واردة إنها تظهر إذا إحنا ممشيناش بطرق وقاية صحيحة أو التزمنا بطرق الوقاية من لبس الكمامة، نظافة الشخصية، اللجان، نقاط التفتيش عن الحرارة في المرافق العامة وهذا الإشي. فهذه راح تظل موجودة لغاية، في نظري أنا راح تظل موجودة لغاية ظهور لقاح لهذا الفيروس. طيب دكتور، الحياة الآن في وخان هل عندكم حالات اليوم؟ اليوم أنا صراحة ما شيكت، أو امبارح مثلا بالأمس أو قبل الأمس سجلت حالات تقريبا 800 او 900 كانوا لم تظهر عليهم الاعراض، لانه الان بدات عوده العمل، وصار الان في تشخيص للناس العامه، يعني صار في تشخيص الناس اللي كانت في بيوتها. الحكومه ما قدرت تفحص كل شخص بكاشف الحمض النووي، ما قدرت تعمل الكلام هذا، وهذا بتطلب مجهود كبير وبتطلب كميه كبيره من المال من قبل الحكومه انها تقوم بالعمل هذا. لكن الان يعني 90% أو 95% من الشركات اللي عاودت مزاولة عملها الآن بتعمل فحص لموظفيها كلهم على حدة. وإحنا من الناس عملنا فحص يعني، فبتعمل فحص سواء عن طريق الأسهم المضادة أو عن طريق كاشف الحمض النووي. فبالتالي الآن بيصير تشخيص من قبل يعني بتكاتف جميع المجتمعات، من حكومة، من شركات، من شركات خاصة، شركات حكومية، بنوك كذا، بتفحص موظفيها. بحاول إحنا نساعد الحكومة بأن نشخص نفسنا، اللي بشخص الآن يعزل مبكر، فبالتالي بيكون في حد للأمور هذه. طيب في سؤال من الدكتور مخلص معنا، بقول لك سؤال صعب، شو مصدر هذا الفيروس؟ من هو المريض صفر؟ طبعاً
ما هو المريض صفر؟ هذا سؤال مهم وسؤال يعني أشكر عليه. المريض صفر، خلينا قبل ما نقول مصدر الفيروس، المريض صفر هو أول مريض أصيب بهذا الفيروس وتكون في جسده أجسام مضادة. وإذا تم العثور على المريض صفر بيكون من السهل علينا الأطباء وعلى المختصين إنهم يحاولوا يدرسوا هذا الفيروس بشكل أفضل ويحاولوا يحددوا الأجسام المضادة اللي تكونت في جسم هذا المريض بسهولة، ويعني تختصر الوقت الكبير. كيف انت أو كيف صدر هذا الفيروس؟ طبعا الفيروس هذا موجود في الطبيعة من ستينيات القرن الماضي، وأنا حكيت قبل شوي إنه من عائلة كورونا وانشق، وهو أصلا الفيروس هذا موجود في الحيوانات وخاصة بالخفاش بالأفاعي، موجود هذا باسم كورونا، ولكن إحنا الآن اللي بنتقل بين الإنسان والإنسان اسمه كوفيد 19، أو يسبب مرض كوفيد 19 إن صح التعبير، وهو اسمه سارس كوفيد أو كورونا سارس 2، يعني سارس صنف إلى رقم 2. كيف تحور هذا الفيروس؟ هناك نظريات كثيرة. أنا في نظريات المؤامرة، نظريات سلاح بيولوجي، نظرية أنه مسرب من مختبرات البي 4 في ووهان وأنه كان تحدث عليه تجارب، ولكن أنا ضد نظرية المؤامرة وما زلت ضد نظرية المؤامرة. جميع السيناريوهات مطروحة للنقاش طبعا، ولكن أنا ضد هذه النظرية. أنا مع نظرية أنه هذا الفيروس تحور وأصبح له طفرة جينية مش في الخفاش، الخفاش حامل لهذا الفيروس، ولكن انتقل من الخفاش. ممكن عندي نظريتين أنا، أنه انتقل من الخفاش إلى حيوان وسيط، ممكن أن يكون الحيوان البنغولي أو حيوان آكل النمل الأحفوري، وصار داخل هذا الحيوان صار في طفرة جينية حولت الكورونا اللي كان موجود بالخفاش إلى كوفيد 19 وسهل انتقاله بين هذا الوسيط الحاضن إلينا إحنا الإنسان، وصار ينتقل بالإنسان الإنسان. النظرية الثانية إنه هو موجود بالخفاش وانتقل، ممكن انتقل لإنسان بطريقة ما، صار في تحور وداخل داخل هذا الإنسان هو المصاب صفر، صار في تحور وسهل انتقاله من الإنسان للإنسان. طبعا النظرية الأولى هي أقوى من الثانية بالنسبة لانتقاله، وأتوقع هذه هي يعني ظهور هذا الفيروس. ليش في ووهان ممكن تسأل، وهذا السؤال صراحة ليش بالذات في ووهان؟ يعني ايضا هناك نظريات ليش بالذات في ووهان. في نظريه بتقول من اكلها الحيوانات البريه واكلها ما هب ودب، ولكن انا ممكن اجاوبك عليه انه الصين بثقافتها من 5000 سنه، الصين حضارتها عريقه، وجميع المدن او جميع الصينيين بياكلوا الحيوانات البريه هي بثقافتهم، لكن ليس بكثره. يعني انا هنا من 25 سنه نادر ما اشوف انه الناس بياكلوا اشياء غريبه الا ما رحم ربي يعني. ولكن في جوانجو مثلا في الجنوب، طب ما هم بياكلوا حيوانات بريه اكثر من ووهان، ليش ما ظهر فيها ظهر بوخان؟ فهنا في كويشن مارك. لكن في ناس بتربط هذا الشيء ليش بالذات في ووهان، في نهايه او بعد العيد الوطني اللي هو كان في 1 اكتوبر او في منتصف شهر اكتوبر، تم استضافه دوره الالعاب الاولمبيه العسكريه على مستوى العالم في مدينه ووهان، وهذه طبعا المشاركين فيها كانوا من جميع دول العالم من القوات الجيش او افراد عساكر جيش. في هناك طبعا الان تحقيق في الموضوع بانه هذا الفيروس كان موجود في، بدناش نذكر اسماء دول احنا هنا، كان موجود في دوله معينه مشاركه في الالعاب الاولمبيه ولم يكن مكتشف لديها، وكانت ناس مصابة بهذا الفيروس وأتت وشاركت في دورة الألعاب الأولمبية للجيش اللي صارت في ووهان، ونقلت هذا الفيروس إلى الناس اللي موجودة هنا، وبعدين في شهر نوفمبر إلى بداية شهر ديسمبر بدأت تظهر الأعراض على الناس ونسجل حالات لما وصلنا عليه الآن. فهناك نظريات يعني
جميع تحتاج الى تحقيق واثباتها يعني. واليوم زي ما بنقول بالعاميه، يا خبر بفلوس بكره ببلاش يعني. انا جمعت يعني حوالي 25 نظريه، وحتى اللي بيسالوا عن ال 5G برضه هاي كانت احد النظريات الموجوده انه هذا لها علاقه، لكن علميا يعني كلها ضعيفه للان. حتى اليوم في نظريه طلعت انه الجن هو المسؤول عن الموضوع. اي يعني. طيب آخر سؤال، أنا لخصت تقريبا شو اللي حكيته من التجربة، هعيدهم بسريعا، بس آخر سؤال، ما بعد الكورونا الحياة من جديد، كيف الآن أشرقت لكم الحياة إن شاء الله؟ والله ما بعد الكورونا أتوقع، أنا باختصار شديد بقول لك ما قبل الكورونا لن يعني يكون ما بعد الكورونا بجميع الأصعدة، من ناحية حياتنا، من ناحية المنظومة الصحية، من ناحية دولنا. يعني الوضع ما قبل الكورونا حتما سيكون غير الوضع ما بعد الكورونا. أكيد. التعليم، المنظومة الصحية، احنا الافراد، النظافة الشخصية، الثقافة الطبية بين عامة الناس، طريقة الشراء، الشركات، في هناك شركات راح تصير عندنا الدليفري، هاي راح تكون من اساسيات الحياة، راح تتطور. التعليم عن بعد ممكن بالنسبة للتعليم حيظهر أيضا، وممكن إن نصير بدون حجر صحي إن نتبعه. أشياء كتير راح تتغير، وراح تشوفوا على نطاق أيضا كمان السياسي، أنا ما بديش أخوض بالسياسة، على السياسي راح يتغير. والاقتصادي الوضع ما قبل الكورونا حتما سيكون مخالف للوضع ما بعد الكورونا، أو طيب. ما بعد الكورونا سيكون مخالف للوضع قبل الكورونا. أنا لخصت اللي حكيته بعشر شغلات ممكن نستفيدها من التجربة الصينية. واحدة، إدارة المستشفيات إذا كانت ضعيفة يجب تدخل من قوات طبية، سواء من الجيش أو من الحكومة، عشان تضبط الوضع في المستشفيات. اثنين، بناء مستشفيات ميدانية في حال الحاجة، أو استخدام مرافق مثال مدارس أو ملاعب تستخدم إذا ما استطعنا. ثلاثة، استخدام الفنادق للمشتبه بهم أو اللي عليهم أعراض خفيفة عشان نقدر ننزلهم. أربعة، موضوع الحجر المنزلي كان خطأ في الصين، ولازم يكون عليه رقابة أشد، خاصة الناس اللي بيطلعوا وبرجعوا. خمسة، موضوع الكمامة أنت بتوصي فيه، والصينيين كلهم بتوصي فيه، والآسيويين اليابان وكوريا وكل هاي بتوصي فيها. ستة، مستشفيات الحرارة يجب أن يكون هناك فصل للمرضى في المستشفيات عند تشخيصهم عن المرضى اللي مكسورة رجله أو اللي معاه قلب أو الهاي، عشان ما يأديهم. سبعة، علاج مجاني للجميع. الحمد لله إحنا في كندا ما عندنا هاي المشكلة، في دول تانية عندهم مشكلة، لكن إن شاء الله. ثمانية، موضوع الطعام لازم يكون هناك في لجان أو بإشراف حكومي إنها تصل الطعام عشان الناس ما تموت من الجوع وما تضطر إنها تطلع برضو هذا. تسعة، هناك بعض المصانع اللي يجب أن تستخدم اللوجيك في عملها، قد تغير اللاين تبعت البرودكشن. إنها مثال إحنا عندنا في كندا بدأت شركات الالكهول اللي بتسوي كحوليات مشاريب صارت تغير لسانيتايزرز، فهذا تغيير طبيعي. وفي شركات حتى الجي ام مثلا الان عم بتحاول انها تسوي الفنتيليترز، فهذا يجب ان يكون. عشرة، وهو المهم، التشخيص المبكر قدر المستطاع. احسنت دكتور جمال، وهذه تقريبا هي ملخصة كل الحوار تبعنا بشكل مختصر جدا. دكتوري حبيبي صديقي، انا يعني اشكرك كثيرا. اذا عندك كلمه قبل ما انهي اللقاء. طبعا انا بشكرك كثير على هذا المجهود الرائع، وانت دائما سباق، انا قلت للاشياء هذه، ودائما نشط في الاشياء هذه، وان شاء الله في ميزان حسناتكم جميعا، وللدك وللبشمهندس محمد اللي للاسف فقدناه في الاتصال. صراحه بشجعكم على هذا العمل، وانا بتمنى من الشعب العربي وين ما كنت انه هذا الفيروس يا جماعة لا تخافوا منه. الفيروس هذا غير قاتل لانه سجل نسب قليلة بالوفيات. الفيروس الخوف منه هو صدقا لازم تخاف اذا فقدنا السيطرة عليه.
إذا فقدنا السيطرة عليه سيكون هناك عدم تشخيص مبكر. النقاط اللي ذكرها الدكتور جمال الآن راح كلها تكون عكسية، فبالتالي أهم نقطة إنه مش راح نقدر نشخص الحالات المبكرة، الحالات تتطور للفوق المتوسطة والخطرة وتسجل حالات وفاة بكمية، في حين إنه كان هذا مصاب خفيف ممكن أنا أعالجه ببساطة لكن سببت له وفاة بسبب أنا ما ساعدت في الحد من انتشاره. فلذلك الحد من الانتشار هو الانصياع للأوامر، الانصياع للأوامر اللجان الطبية، الدكاترة، وضع الكمامة عند الخروج، أنا بعيد بأكد عليها، وضع الكمامة عند الخروج. أنت ما بدكاش تشتري كمامة الغليين اللي هي N95 أو الغليين، الكمامة الجراحية العادية اللي لونها أزرق هذه تكفي للمواطن العادي في حمايته لما يخرج من البيت، وأعتقد أنتم عارفين ثمنها رخيص جدا ومتوفرة وبشكل واسع. ففي النهاية أنا بتمنى السلامة للجميع، ويعني إن شاء الله كلنا نكون سلمين، وإن شاء الله محنة وبتعدي إن شاء الله في ظهور لقاح في القريب العاجل. آمين. طبعاً باسمي وباسم أخي وصديقي الأستاذ محمد التميمي وجميع المشاهدين سواء في كندا أو خارجها، نشكر أخونا وصديقنا الدكتور علي الوعري من مدينة وهان، أخصائي جراحة الصدرية، اللي عاشر هذا الموضوع للمدة الماضية. نشكره على إعطاء الوقت، احنا عارفينه مستعجل على الشغل، لكن شكر له وتصبحوا على خير. يوم سعيد، هم عندهم اليوم هلأ الصبح. شكرا شكرا شكرا، ويومكم سعيد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أكيد معكم. إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا، مع السلامة.